السلام عليكم. اليوم نروحوا لولاية وهران لنقف على الأشغال تاع المحطة الجديدة لتحلية مياه البحر بسعة 300,000 متر مكعب يوميا، واللي الآن تدخل هذه المحطة في مرحلة التجهيز ووضع يعني معدات نتاع استغلال وتحليف مياه البحر. إذا نخليكم تتابعوا الفيديو حول زيارة تاع والي ولاية وهران إلى المشروع، والسلام عليكم. محطة تحلية مياه البحر بكابلو. هذه المحطة هذه اللي كان السيد رئيس الجمهورية يعني عطى إشارة الانطلاق نتاعها في زيارته إلى ولاية وهران. اليوم الحمد لله يعني هذا المشروع هذا أنتم تشوفوا بلي باش راه يتجسد على أرضية الواقع. ف يعني مقارنة بالزيارة الأخيرة اللي قمنا بها تقريبا حوالي شهر، تشوفوا بلي باش يعني تقدم كبير في نسبة الإشغال. العديد يعني من التجهيزات يعني اللي كانت موجودة في الخارج راي كذلك هذا يعتبر من المشاكل ومن الصعوبات اللي تعاني تقدم الاشغال يعني في مثل هكذا مشاريع، ولكن شوفوا بلي باش يعني الحمد لله دونك يعني براتيكمون تو لي زيكيب مورام يدخلوا من الدول اللي كانت عندها طلبيات نتاع صناعة هاد لي زيكيبمون، باسكو سي دي زيكيبمون كي سون في اكوموند، يعني سي با دي زيكيبمون ستوندار اللي نقدروا نشريوهم من اي مكان، ولكن سي دي زيكيبمون اللي يخدموا سبيسيال بور لا ستاسيون. نظن بلي باش لي زيكيب راهم يجيو كذلك، شوفوا بلي باش يعني المنشأة إلى يعني الناحية نتاع بوتليليس، نظن بلي باش نحن تقريبا في 70% نسبة تقدم الأشغال، وبالنسبة للناحية نتاع عيون الطرق نحن في حوالي 55%، والأشغال يعني تسير بوتيرة جد متسارعة. نظن بلي باش يعني نهاية أفريل نهاية ماي على أكثر تقدير ستنتهي الأشغال يعني بالنسبة للقنوات تاع توصيل المياه، سواء بالناحية نتاع الناحيه نتاع بوتليليس او من الناحيه الثانيه الناحيه نتاع عيون الطرق. في كذلك يعني ايصال الكهرباء على مسافه نتاع 33 كيلومتر اقول، يعني راكم تشوفوا بلي باش اليوم اخر عمود هو عند المدخل او يعني بمحاذاه يعني المحطه نتاع تحليه المياه. فنظن هذا ان دل على شيء انما يدل على تجند الجميع سواء الشركات المجنده يعني المجنده لانجاز القنوات وايصالها، او كذلك يعني شركه كذلك جي بي سي اللي راهي جي سي بي عفوا اللي كذلك تقوم بانجاز هذه المحطه هذه، وكذلك يعني مؤسسه صنع الغاز والمؤسسه التابعه لها. كل ما ينجز على مستوى هذا المشروع الضخم هذا هو بايادي جزائريه 100%، شركات جزائريه واطارات مهندسين ومعماريين وكذلك يعني عمال جزائريين، فنقدم لهم بالشكر الجزيل على مثل هكذا مجهود وعلى مثل هكذا كذلك تحكم في مثل هذه المشاريع الضخمه جدا. ايكيبمون فيها الجيني سيفيل، بالنسبه للجيني سيفيل راكم تشوفوا انا نظن بلي باش رانا اكثر من 70% بالنسبه للجيني سيفيل، والايكيبمون كذلك رانا راي بلي باش يعني نسبه الاشغال بالنسبه للجيني سيفيل نحن اكثر من 70%، اما بالنسبه ليزيكيبمون كذلك فراي تيجي اون فيريو ميزير اون تران دو لانستالي، وان شاء الله تكون المحطه جاهزه في الوقت المحدد. احنا نقولوا الاجال، احنا نقولوا الاجال، ولكن سنعمل ان شاء الله حتى نستلمها قبل الاجال ان شاء الله.